مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في العراق، لجأت حكومة الكاظمي ضمن حلولها الترقيعية أمام عجزها عن تفعيل مصادر تمويل أخرى إلى خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، بزعم مواجهة التضخم والعجز في موازنة 2021. النائب سلام الشمري قال إنه ورغم تعدد الجهات واللجان الحكومية المسؤولة عن مكافحة الفساد، إلا أن أي منها لم تعلن عن هوية المتورطين بسرقة المال العام، معتبرا أن عدم الكشف عن أسماء الفاسدين قد يتعلق بوجود شبكات للفساد أو الخشية من الجهات التي تقف وراءهم، في وقت تقدر فيه قيمة الأموال المنهوبة من العراق بنحو 450 مليار دولار. عضو اللجنة المالية السابق رحيم الدراجي قال إن الزعماء السياسيين هم من يقفون وراء عمليات السرقة، لأن الطبقة السياسية عبارة عن منظومة فساد مشتركة، فيما بات التعتيم على حقيقة الفاسدين عرفا سائدا عملت به جميع الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003. وهو ما أكده عضو لجنة النزاهة البرلمانية عبد الأمير المياحي بقوله إن هناك تواطؤا حكوميا سبب تفشي الفساد، فضلا عن وجود شركات تابعة لأحزاب حكومية تحظى بإعفاءات مالية بنسبة تصل إلى 70% من المواد التي تدخل إلى البلاد. خبراء اقتصاديون أكدوا أن العجز المالي لعام 2021 هو الأكبر منذ عام 2003 ويقارب 44 مليار دولار، أي بما يعادل 38.6% من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 150 تريليون دينار. وفي خضم هذا الانهيار الاقتصادي الخطير، يجد العراقيون أنفسهم محاصرين بالأزمات من كل حدب وصوب، ولكن هذه المرة يهدد الخطر لقمة عيشهم التي تريد الحكومة مصادرتها بعد أن نهبت كل شيء في طول البلاد وعرضها.